السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على اجنس ايموبيليا الرضا، وكالتكم العقاريه المتخصصه في التسويق العقاري بامتياز مكناس والنواحي. اليوم عندنا عرض جميل لكم، هي ارض مخصصه لمحطه البنزين ستاسيون في طريق مولاي ادريس. الارض فيها 2 هكتارات. تواصل معنا واستفسار مرحبا بكم على 0661 24 98 72. المعلومات كاملة بعد الفاصل. عدنا اليكم متابعينا الكرام واهلا وسهلا بكم في العرض ديال اليوم. هو عرض تجاري وسياحي بامتياز. الناس اللي كيفكروا في الفلاحه بلا ما يتصلوا بنا الله يجازيكم بخير. الوغ عندنا اليوم هذا العرض فيها 2 هكتارات كاريها شركه من عند الاوقاف مخصصه لبومبا ستاسيون ديال الغازوان، معطي لها الرخص جميعا، كاينين 7 الرخص كلهم مشدودين. الوغ الفرصدة ديالها كتبدا من داك الكبرى هو كيبان الفوطو، كتبقى غادية مع الشانطي فيها أزيد من 350 متر ديال الفرصدة حتى للفوطو ديال الضوء اللي هو مور الزيتون. يعني فرصدة جميلة جدا. مكناس كما كتشوفوا راه هي المكتبة ديال كورليت الفوق، المكتبة ديال كورليت. دونك الموقع قريب جدا من مدينة مكناس، ليكون في علمكم على ان هذه الطريق غادي تولي فيها دوبل فوا، فيها جرده على اليمين وجرده على اليسار ديال 15 متر 15 متر، وعاوتاني شانطي اخر 15 على اليمين و15 على اليسار، يعني غتولي فيها 90 متر. غادي نضربوا بكم دوره في الارض تاخذوا فكره ونكملوا الفيديو ديالنا. الوغ هذه هي البلاد كما كتشوفوا. دونك هضرنا لكم على الفرصاده، الشانطي هو هذا كما قلنا غتكون فيه 90 متر، الثمن راه جد مغري. المعلومات هو ان قلنا 2 ديال الهكتارات كريه من عند الاوقاف كريها شركه، يعني اللي غادي يدخل المشروع غادي ياخذ الشركه. الوغ اضافه اخرى هو ان كاين عقد مبروم مع 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 الشركه ديال البنزين، واحد الشركه اللي مهتم غادي نعطيوه المعلومات كامله، وهذيك الشركه دايره عقد تتلتزم فيه باش تعطي المول الارض اللي غيدير المشروع 200 مليون سنتيم، المهم ما بين 180 200 مليون سنتيم. الوغ الانسان اللي غادي يشري هذه الارض عنده ديجا هذا الامتياز انه ما غيقلبش على الشركه، بغى يحيد ذاك العقد ويدير شركه ديالو. كاين الناس اللي ديجا عندهم اقدميه في الدومين، الله يسخر ليه الى شركته تعطيه اكثر، حنا نتمنوا ليه الخير. اذا الثمن المطلوب اخواني في هذا العقار في هذه الشركه هو 400 مليون سنتيم، 4 المليون ديال الدرهم. ملي كتجي تشوف داك القيمه اللي غتعطيك الشركه ديال البنزين اللي هي 200 مليون، كتولي انت بحال شاري هاد 2 كتارات ب 200 مليون. اضافه اخرى هو ان
انت باش تحوز العقار غادي تشري الشركه، وعندك في العقد كاين قيمه ديال الكراء سنويه ديال الكتارات بجوج هي 10000 درهم، والاداء ديالها ما غيبدا حتى يكمل المشروع في الانشاء ديالو. منين تسالي المشروع البني وتسالي كل شيء وتبدا تخدم عاد غادي تخلص الكراء. دونك كما كتشوفوا هذه هي البلاد رابطات مع هذا القصب هذا كامل، حتى واحد القصب راه لتحت، هذا الزيتون راه في الوسط، الزيتون راه قديم جميل جدا. البلاد دابا هي مغروسه بالذرة، راه 2 هكتارات محفظه ومسجله ديال الدومين ديال الاوقاف، هي اللي كتكرى مكريه من طرف شركه، هذيك الشركه كتبيع بحال كتقول تتبيع ساروت اولا كتبيع لك الكراء ديال هاد الارض، والمده ديال الكراء راها غير محدده، ما كاينش 4 سنين ولا 40 عام، احنا دايرين عقد غير محدد. القيمه ديال الكراء هي 1 مليون في العام ديال 2 هكتارات، ما كتخلص حتى تتبدا الاستغلال ديال المشروع. الفرصه دارها فيها ازيد من 350 متر،